مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. تطور جديد في حرب أوكرانيا، صواريخ تهز كييف، وبوتين يدشن غواصات نووية جديدة. دراسة حكومية تحدد تعامل جيل ما بعد الألفية مع الثقافة السعودية مقارنة بالأجيال السابقة. ضمن مبادرة الرياض الخضراء انطلاق رحلة تشجير 120 حياً، البداية بحي العزيزية. في الرابعة أيضاً، رابعة توثق الرحلة اليومية لصيادي الأسماك في عمان، مهنة متوارثة ل 49 ألف صياد. نبدأ من تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قصف الجيش الروسي أوكرانيا بأكثر من 120 صاروخا، ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وعدة مدن أوكرانية أخرى، فيما جرى تفعيل الإنذار الجوي داخل مقاطعات روسية على بعد 500 كيلومتر من أوكرانيا. في التفاصيل، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية جسما مجهولا بالقرب من ساراتوف على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وذلك بعد 3 أيام من هجوم بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة جوية في المنطقة. وأشار حاكم ساراتوف إلى أن التهديد على سلامة السكان انتهى بعد الحادثة. من جهته، أكد الجيش الأوكراني تعرض مناطق عدة في البلاد لضربات صاروخية روسية واسعة النطاق شملت العاصمة كييف بصواريخ كروز تطلق من طائرات وسفن. وأفاد مسؤولون محليون في خاركيف وسومي وميكولايف ودينو بيتروفسك وليفيف عن تعرض مدنهم لضربات صاروخية روسية عنيفة وتسجيل عدة انفجارات مع محاولات الدفاعات الجوية للتصدي للصواريخ. كما أشارت التقارير إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 5 صواريخ روسية فوق ميكولايف وصاروخا آخر في سومي. وذكرت مصادر أن الموجة الجديدة للضربات الروسية تسببت في إصابة 3 أشخاص في كييف وقطع التيار الكهربائي فيها بنسبة 40% وفي لفيف بنسبة 90%. وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن روسيا أطلقت 64 صاروخا صباح اليوم. خاتا вроде ціла. Дострелює там пиздецено. على صعيد متصل، دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء 4 غواصات نووية، مشيرا إلى أن تطوير سلاح البحرية سيضمن أمن روسيا لسنوات قادمة. وشهد بوتين عبر الفيديو مراسم رفع العلم الروسي على الطراد النووي سوفوروف وسفينة الصواريخ الصغيرة غراد، إضافة إلى كاسحة ألغام بحرية. من موسكو تنضم إلينا مراسلة العربية كاتيا الطعمة، ومن كييف حذيفة عادل. أهلا بكما. أبدأ معك حذيفة، إن كان هناك من تطورات جديدة في المشهد بعد الاستهداف الكبير لكييف ولأيضا مدن أخرى أوكرانية اليوم. نعم، تحياتي خالد. حيث أقف هذه بورشنسكي هي قرية صغيرة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. هنا تماما سقط صاروخ روسي في هذا المنزل أو ما تبقى من المنزل أو الذي كان منزلا هنا الذي دمر هنا بشكل كامل. كما تشاهد في الصورة أمامك، عمال النظافة الآن يعملون على نظافة الطريق أمام هذه المنازل التي دمرت بشكل كبير جراء هذا القصف. هذا هو المنزل الذي كان يعيش فيه 4 أشخاص. طبعا لسخرية القدر خالد، هؤلاء الأشخاص هم من النازحين من مدينة ماريوبل الذين لجأوا إلى كييف، ظنا منهم طبعا الوضع سيكون أأمن، ولكن طبعا لحقت بهم الصواريخ
الروسية حتى هنا، حتى الآن لا أحد يعلم من الجيران إذا كانوا موجودين في المنزل. عاملة عمال الإنقاذ والدفاع الجوي وأيضا الدفاع في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لم يجدوا في هذا المنزل حتى الآن أي ضحية. وهذا المنزل الذي أمامك الآن في الشاشة، هذا هو المنزل الذي أصيب فيه 3 أشخاص، الجد والابنة والحفيدة، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. كما تتابع أمامك أيضا المنزل دمر بشكل كبير. الآن هنا المواطنين يعني يتحدثون عن الأماكن التي يمكن أن يلجأوا إليها أو الأقارب الذين يمكن أن يلجأوا إليهم، خاصة أن درجات الحرارة منخفضة جدا والوضع طبعا صعب جدا وانقطاع الكهرباء المستمر. الوضع في العاصمة كييف 40% من المدينة هي خارج تغطية شبكة الكهرباء. تم إطلاق 64 صاروخا نحو الأراضي الأوكرانية، المدن المختلفة في أوديسا، زاباروجا، كذلك في سومي وميكولايف، وحتى الغرب الأوكراني في الفيف، وكذلك في مدينة شيرنيغف. أعلنت السلطات الأوكرانية عن دعم هؤلاء المواطنين أو البحث أو توفير سكن بديل لهم أيضا حتى تتم صيانة هذه المنازل أو استعادة منازلهم. نعم كاتيا، ما هي التداعيات ربما لهذه العمليات العسكرية سواء في كييف أو في المناطق ربما المواجهات العسكرية على الأوضاع في موسكو؟ يعني إن كان هناك من تداعيات في المواقف العسكرية والسياسية. مرحبا خالد. مرحبا. حقيقة اليوم كما تحدثت الدفاع في بيانها، كان هناك طبعا تكثيف نشط في 4 اتجاهات للقصف في جميع النواحي أوكرانيا، من بينها طبعا جنوب دونيتسك. كما تحدثت الدفاع اليوم كان هناك تحييد نحو 30 مقاتل أوكراني في منطقة خاركيف. أيضا تم القضاء على منظومة دفاع أوكرانية بالإضافة إلى تدمير منظومة هايمرس أيضا تابعة للقوات الأوكرانية. إذن هو كما معتاد كل يوم من الدفاع، هو حديث يوم حديث نفسه يجري عن العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا. لم يكن هناك اليوم حقيقة أي زيادة في تصريحات على خلفية القصف الذي شهدته أوكرانيا منذ صباح اليوم. لم يكن هناك تحديث أو تبرير لهذا القصف المكثف الذي توجه إلى أوكرانيا منذ صباح اليوم. الحديث اليوم كان كما المعتاد، وكان هناك أيضا حديث عن تدمير مجموعة أيضا من المقاتلين الأوكرانيين في جنوب دونيتسك كما قالت الدفاع اليوم في بيانها. خالد. نعم، هل من دلالات كاتيا أخيرا على أي توجهات جديدة ربما في الاستراتيجية العسكرية الآن في التعامل مع معطيات الحرب سريعا؟ حقيقة خالد، كما تشهد هناك أولا تكثيف لاجتماعات الرئيس الروسي مع القادة العسكريين، واليوم كنا شهدنا ضم 4 سفن حربية جديدة إلى الأسطول البحري الروسي، وكان قد توعد الرئيس الروسي بأنه سيزيد وتيرة عمل وبناء السفن الحربية. كان اليوم على رأسها إطلاق الغواصة الحربية ألكسندر الثالث، والتي كما من مواصفاتها أن قادر على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات. إذا روسيا طبعا تزيد من تكثيف عملية التسليح سواء لقواتها أو عملية بناء السفن أو حتى تصنيع الأسلحة على خلفية طبعا الخبرة التي اكتسبتها كما تحدث الرئيس الروسي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. خالد، شكرا جزيلا لك كاتيا طعمة من موسكو. حذيفة عادل من كييف.
الرابعة مستمرة فيها بعد قليل. جدة تستقبل سفينة جلالة الملك الدرعية ثاني سفن مشروع السروات للبحرية السعودية. أهلا بكم من جديد. وصلت سفينة جلالة الملك الدرعية إلى جدة غربية السعودية، حيث استقرت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربية في جدة. تعد سفينة جلالة الملك الدرعية السفينة الثانية ضمن مشروع السروات الذي يضم 5 سفن قتالية، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للبحرية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية. هذا اليوم المبارك وصول سفينة جلالة الملك الدرعية إلى أرض الوطن، وهذه السفينة تعتبر السفينة الثانية في مشروع السروات، وهي أحدث السفينة القتالية في فئتها على مستوى العالم، مزودة بأنظمة قتالية متطورة جدا وأنظمة استشعار، بالإضافة إلى نظام إدارة المعركة سعودي الصدق. نشرت وزارة الثقافة السعودية تقريراً تضمن نتائج دراسة تحليلية أجرتها على جيل ما بعد الألفية رمزت إليه بالجيل زد، للكشف عن تفضيلاته للفعاليات والأنشطة الثقافية في البلاد. من أبرز نتائج هذه الدراسة أن 78% من جيل ما بعد الألفية في السعودية متحمسون للتجارب الثقافية، خصوصا سكان المناطق الشمالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التكاليف المرتفعة تعد أهم المعوقات التي تحول دون حضورهم لهذه الفعاليات. تفاصيل أكثر حول ثقافة جيل ما بعد الألفية في السعودية نستعرضها مع زميل سالم الراجح. الكثير من التساؤلات تدور حول الجيل الجديد أو جيل ما بعد الألفية، عن اهتماماتهم وطرق تفكيرهم وعن مستقبلهم أيضا. ويمثل هذا الجيل نحو 39% من إجمالي عدد سكان السعودية وفقا لآخر البيانات الرسمية. وزارة الثقافة السعودية نشرت دراسة حول نظرة جيل ما بعد الألفية للأنشطة والفعاليات الثقافية. 78% من جيل ما بعد الألفية في السعودية متحمسون للتجارب الثقافية، وخصوصا سكان شمال البلاد وفقا للدراسة. التكاليف المرتفعة والأوقات غير المناسبة أكبر العقبات التي تمنع جيل ما بعد الألفية من حضور الفعاليات الثقافية التي تنظم في مختلف مناطق السعودية. تعديل المزاج والسعي نحو إشباع الشغف من أكثر الدوافع التي تحدد مفهوم الهواية لدى جيل ما بعد الألفية وكيف يقضون أوقاتهم. السينما ومشاهدة الأفلام أكثر الأنشطة الترفيهية رواجاً ورغبة لدى جيل ما بعد الألفية، أو ما يسمى بالجيل زد، وهذا ما يجعل الفرصة مواتية لصناع الأفلام ودور السينما لاستغلال هذه الرغبة في صنع المزيد من الأعمال. وتوصلت الدراسة التي أجرتها وزارة الثقافة السعودية إلى زيادة الوعي لدى جيل ما بعد الألفية بمعارض الكتب وفعاليات الفنون البصرية مثل فعالية نور الرياض. الصور أفضل وسيلة للتواصل مع جيل ما بعد الألفية، حيث أظهرت الدراسة أن هذا الجيل يفضل التواصل البصري والفعاليات في الأماكن المفتوحة. معنا في استديوهاتنا من الرياض أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور عبد السلام الوايل. حياك الله دكتور، سعيد بتواجدك معي. الله يحييك دكتور. أول شيء كيف تقرأ هذه النتائج للدراسة؟ أول شيء أشيد بالدراسة من ناحية حجم العينة، العدد الكبير 5000 وشوي، وغطت يعني أجيال مختلفة. النتائج يعني يمكن أكثر شيء لفتني في النتائج أنه في اختلاف ما بين الذكور والإناث في ما هو المنشط الثقافي، أنه الذكور يركزون على البعد أنه الثقافة بالنسبة لهم هي الآثار أو التراث يعني، بينما في بالنسبة للإناث هي أكثر شيء أسلوب حياة والطبخ مثلا والأزياء والحكاوي. فهذا الفارق كان ملفت الحقيقة. وش معناه؟ واضح أنه
المسألة المتكررة أنه في دائما اختلاف ما بين الجنسين في كل مكان بالعالم، في كل ثقافة بالعالم، في رؤية الأمور، وانعكست أو انوجدت في هذا المجال. جميل. وبالنسبة لإقبال هذا الجيل على المناشط الثقافية، يعني الكلام عن الفنون البصرية، السينما وغيرها أيضا، الموسيقى، فكيف شايفها أيضا بالنسبة لإقبال بناء على هذه الدراسة؟ التقرير أشار إلى أنه في فجوة ما بين الواقع عندنا هنا في ناحية الإقبال على المناشط الثقافية والمقارنة المرجعية اللي هي الدول الأخرى. في المسرح ركز بالذات على قضية المسرح والفنون البصرية والموسيقية والمتاحف، فيبدو أنه هذه ميب خاصة بهالجيل، يبدو أنه هذه يعني خصيصة ثقافية يبغى لنا وقت على ما يكون في إقبال على قضية بالذات المتاحف. تقصد أنه ما في فرق بين هذا بين هذه الأجيال في مسألة الإقبال على المتاحف تحديدا؟ هذا ما أزعمه بناء مثلا على أنه أنا ما نشوف صراحة كثير يعني من السعوديين يتوجهوا المتاحف في مقابل أعداد الآخرين والجنسيات الأخرى. تحدث عن المتاحف في دول متقدمة على سبيل المثال، هذه موجودة صحيح؟ نعم، أذكر مرة كنت في الولايات المتحدة، في واشنطن في عند المول في قضية متاحف كثير، ما كان في خليجي بشكل عام، لكن بالمقابل لما تروح مولات تجارية في نفس المدينة تلقى تمثيلهم كبير جدا. فالمتاحف ميب منشط يجتذب، مو بجزء من الممارسة. بالمقابل الإقبال على المهرجانات كبير، والتقرير شاف أنه الأجيال الأقدم بالذات الجيل الإكس الأقدم واحد ميلاد الستينات والسبعينات يحب المهرجانات بشكل أكبر. أيضا في نتيجة لفتتني الحقيقة بالموضوع حلو، اللي هو أنه الثلاثة أجيال إكس وواي وزي كلهم يحبون الأنشطة الثقافية، بس التقرير رأى أن الجيل ما بعد الألفية جيل الزد أكثر نشاط من الأجيال الأخرى في الإقبال على هذه النشاطات وفي المشاركة فيها كمتطوعين وإلى آخره. طيب، في دلالة على أنه 78 متحمسون للتجارب الثقافية من العينة، وخصوصا سكان شمال البلاد، في دلالة لهذا الأمر؟ ليش سكان شمال البلاد تحديدا يخصهم هذا التقرير من هذه النسبة بأن لديهم حماس بالفعل للإقبال على المناشط الثقافية؟ يمكن المنطقة الشمالية من المملكة عدد السكان في مو كبير جدا، فبالتالي أي اختلاف بالإجابات تؤثر، يعني ترفع الإجابة بنعم ولا لا، فهذه لها دور كبير جدا. بصراحة لم أطلع على حجم العينة في قضية شمال البلاد، لكن أعرف من خبرتي من خلال العمل في المركز الوطني استطلاعات الرأي العام أنه لما تكون المنطقة ميب مليان بالبوبوليشن بالسكان أي نتيجة تكون حساسة يعني. التكاليف المرتفعة، الأوقات غير المناسبة هي أكثر العقبات التي تمنع هؤلاء عن حضور الفعاليات الثقافية في مختلف المناطق. هل تتفق مع هذه النتيجة بأن هي الأسباب الرئيسية لعدم الإقبال؟ التقرير أشار إلى أن هذه أسباب عامة، يعني موجودة بشكل عام، ميب عند جنس معين، ميب عند جيل معين من الأجيال الثلاثة، ولا عند منطقة معينة. فيه الحاح أو تكرار من مختلف الفئات على أن السعر وعلى أن التوقيت، هذول أكبر عائقين. ويمكن أنه كذلك الفعاليات مي موجودة في كل مناطق المملكة. نعم، ربما يكون في تباين. أشار التقرير هذا بوضوح أنه مي موزعة على مناطق المملكة بشكل متساوي مثلا. طيب. أو مي متساوي، لكن أنها مركزة في مناطق أكثر من غيرها. طب أنا بتوقف معك ربما دكتور عند أيضا الأرقام حول استخدامات جيل ما بعد الألفية لوسائل التواصل الاجتماعي، أيضا مع الزميل سالم الراجع. منذ ما يزيد عن 12 عاما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي رحلتها في هذا العالم، وأصبحت الأدوات الأساسية التي تحدد يوم الإنسان كيف يقضيه وعلى أي منصة. الواتساب أكثر التطبيقات شيوعا واستخداما لدى جيل ما بعد الألفية ب87%، يليه سناب شات بنسبة 78%، فيما جاء تطبيق تيك توك ثالثا كما نشاهد في هذا الرسم البياني ب74%، وفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الثقافة السعودية. ما هي استخدامات جيل ما بعد الألفية لوسائل التواصل الاجتماعي؟
الحصول على المعلومات وشراء السلع إضافة إلى الخدمات وتحميل البرامج والألعاب أبرز الاستخدامات التي ينفذها جيل ما بعد الألفية عبر وسائل التواصل. ويقضي هذا الجيل 7 ساعات يومياً كمعدل متوسط لممارسة الأنشطة عبر الإنترنت، منها 5 ساعات لوسائل التواصل الاجتماعي. واتساب وسناب شات والإنستغرام أهم 3 وسائل لاستهداف جيل ما بعد الألفية بالإعلانات، بشرط أن تكون جذابة ومبتكرة. شايف شلون الزمان تغير دكتور عبد السلام؟ زمان كانت الكتب المخطوطات وغيرها من الأمور، الموسيقى، شرايط هي اللي تشكل ثقافة الإنسان. اليوم أصبحت واتساب 78% أو 87%، سناب 78%، تيك توك 74%، 7 ساعات يقضيها يعني على الهاتف أو على الموبايل. أيضا كيف شايف هذا الموضوع؟ كيف تقرأ دلالاته؟ أستاذ خالد، أعتقد مدري أنا طلعت معك كل ما أحد الزملاء هنا حول قضية الجيل الجديد واستخدام وسائل التواصل. من عملي بالجامعة أرى تغير سريع إيجابي في قضية الحصول على المعلومة. ممتاز. لكن وش المشكلة فيها؟ أيضا موازات هذا، إنه 7-8 ساعات مع جهاز معناه عزلة عن العالم الحقيقي. وهذه نشوفها عند الأجيال بشكل، وحتى صارت حتى عند الكبار. عند الكبار بالضبط. فصارت الوسائج تنقطع، مو بقضية بس يعني إنه أقاربك ما تشوفهم ولا كذا، لا، قضية ملء الفراغ الروحي والجمالي لدى الإنسان بالتفاعل الحقيقي مع البشر، يعني الحديث وجه الوجه، تعبيرات الوجه، مشاركة الحكايات. إذن الأجيال الجديدة تحصل المعلومة بسرعة وذكية في الحصول. جيل رقمي نقدر نقول. نعم، جيل رقمي. لكن ماذا عن الأبعاد غير المعرفية، غير المعلومات اللي هي اللي يعني شرط لها قبل قبيل، يعني إنه إذا 7-8 ساعات مع جهاز، طيب متى الساعات اللي فيها تفاعل مع الآخرين؟ يعني إذا الواحد مثلا عمره بالعشرينات، 7-8 ساعات، إذا جاء عمره بال70 ما هي ذكريات العمر يعني؟ وين قضيت وقتك مع الأصدقاء وطلعت رحلات الأشياء هذه يعني؟ لكن ربما هناك أسئلة كذلك أكثر أهمية. من هم هؤلاء؟ كيف يفكرون؟ كيف تشكلت أيضا ثقافتهم؟ كيف راح يكون دورهم مستقبلا في التعامل مع الأحداث، مع البلد، مع الاحتياجات، مع الأهداف، مع الخطط، مع التنمية، مع غيرها من الأمور؟ لما أتكلم مع الشباب اللي هم الآن في الجامعة، يدرسون في الجامعة مثلا عمرهم 20 19 21 22، أقول لهم أنتم تسمعون بشيء اسمه جيل الطفرة ولا لا؟ أقول لهم أنتم أقرب في قيم العمل لأجدادكم، للي آباء اللي في عمري مننا إحنا. يعني 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 الأجيال هذه ريستورينج، استعادة قيم العمل اللي يمكن أنها انخفضت عند جيل الطفرة. فبالتالي من ناحية قيم العمل نرى أنه فيه تحسن كبير. صحيح. لدى الجيل. ممتاز. واضح في إقبال على الشركات الناشئة، في إقبال ريادة الأعمال. نعم. الكافيهات، كل المتغيرات. نعم. صحيح. أوبر يصنعون تلقاهم في الكافيهات وفي المشاريع بالتأكيد، هذا نشوفه نحن وبكثرة وفي. نعم. كل مناطق المملكة. واليوم حاصلة وطالعة إحصائية البطالة، أي الرقم الأدنى على الإطلاق 4% وشوي. وهذا بسبب جيد. هذا من ناحية إيجابية. نعم. سلبية، يعني السلبية اللي أنا خايف هي تجربة الحياة بس. القضية أنه 7-8 ساعات مع جهاز، يعني هذه تجربة جديدة على البشر كلهم، يعني ما نعرف بعدين وش يصير. يعني مو الكاريكاتير اللي مطلع أم كانت أول تمنع ولدها لا يروح للشارع يلعب، الآن تسحب الولد بالقوة إلى الشارع. هي قضية العمر جزء من التجارب اللي نعيشها. إيه بس في ناس تقول مثلا بأن هذا الجيل لا يشعر بالاطمئنان دكتور. نشوفهم مشغولين بالتوافه زي ما يقولوا، أنا أنقل ما يقوله البعض. نعم. حريصين على متابعة أخبار الحمقى، المغفلين وغيرهم. أنت شايفهم يعني الفعالية فيها أي واحد من هؤلاء المشاهير تلقاهم بالألف موجودين. نعم. رصيده من الثقافة، من العلم، يكاد يكون صفر يعني.
بالتالي هذا الخوف من أنه هذا الجيل هو الذي سيتصدى لمواجهة المستقبل، مواجهة التحديات، هل أنت شايف أنه الأمر له خطورة ولا هذا مبالغة يعني أكثر من؟ أرى أنه مبالغة جدا. أرى أن الجيل ذا من ناحية المعلومات والمهارات أحسن من اللي قبل. يعني هو مرة يقولون باللغة الهيروغليفية قبل 4000 سنة عند الفراعنة، لكن مكتوب نص 41 يكاتب ويقول إن جيلها اليومين ما يحترم الكبار بالسن، هذا قبل 4000 سنة. دائما هذه بقول يعني جزء من ثقافة البشر إنه الأجيال الأكبر لا ما عندها تقييم إيجابي، تتجاوز الأفكار اللي كانت موجودة. لكن 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 الجيل اللي عشتها أنت في جيلك وعشناها كلنا، نعم، أفكار الإسلام السياسي، الأفكار المتطرفة يعني والمتشددة، التقرير احترم الهويات الأخرى الفرعية، احترام الآخر ومسألة، هل تشوف أنه في تغير في هذا الموضوع ولا لا؟ يعني مثلا التقرير أشار إلى أن جيل الزي عنده X Y Z ثلاثة أجيال، الجيل الأخير ما بعد الفية أكثر إقبال على المناشط الثقافية بالمناشط من اللي قبله، غير قضية الحصول على المعلومة، غير قضية المهارة، غير قضية الالتحاق بالعمل اللي هي خارج التقرير. فكتقييم إجمالي احنا نرى تقدم في الجيل في مهاراته، في معارفه، في ما يصنع من واقعه. لكن بس عامل القلق اللي اشرت له قبل قليل، في قضيه ايضا استاذ خالد اللي هي قضيه احترام الثقافه، احترام التعدد الثقافي. يعني واحده من يعني واحده من عناوين المرحله ما بعد عناوين الرؤيه هو التعدد الثقافي اللي احنا نفاخر فيه واللي نبرزه واللي نعتقد انه عامل جذب ثقافتنا، باعتبار أنه السياحة أحد المناشط حقها. صحيح. فبالتالي لازم الجيل هذا ينشأ على قضية الاحترام التعدد الثقافي. ممتاز. بأنه باعتبار هذه أحد يعني مرتكزات هوية البلد. والله فيها تفاصيل كثيرة الدراسة جداً. يمكن يحسب لها كذلك أنها وضعت الأصبع على الجرح، وربما حتى وجهت توصيات لبرامج تحفيزية وتمويلية أيضا لتوجيه الناس، وأسابيع وفعاليات وتطبيقات وإلى آخره. شاكر ومقدر لك تواجدك معي دكتور عبد السلام، أنا استمتع دائما بحضورك معنا. السلام. السلام الوائل، أستاذ علم الاجتماع المشارك في جامعة الملك سعود. في الرابعة بعد قليل، عام استثنائي للسياحة السعودية، تشريعات حديثة وحملات دولية للتعريف بها. أهلا بكم. سلسلة من المبادرات والبرامج أطلقتها السعودية لتطوير القطاع السياحي خلال العام الحالي، يأتي ذلك ضمن الجهود المتسارعة للارتقاء بالقطاع ليحتل مركزا متقدما على الصعيدين الإقليمي والعالمي. نتابع في التقرير التالي. العام 2022 كان عاما استثنائيا لقطاع السياحة السعودي، أنظمة ومبادرات جديدة، أرقام قياسية من حيث نمو السياح وعدد الغرف الفندقية الجديدة، وشراكات عالمية تضع القطاع على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفاته لعام 2030. نظام السياحة الجديد والذي أقره مجلس الوزراء السعودي في أغسطس كان الإنجاز الأبرز على صعيد البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، ويستند النظام على أفضل الممارسات العالمية بناء على مؤشر أفضل 10 دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن ضمن ما اشتمل عليه النظام إدارة عملية منح التراخيص وإطلاق تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، وتقديم حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات، وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات عن القطاع. 2022 شهد أيضا إطلاق برنامج رواد السياحة الذي يهدف إلى تنمية قدرات 100,000 شاب وشابة سعوديين وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسفر. ويستفيد المشاركون في البرنامج من منح تدريبية في أبرز المعاهد المحلية والعالمية في دول تتضمن فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.
على صعيد تعزيز صورة القطاع عالمياً، استضافت الرياض النسخة الأكبر من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، والتي حضرها 5700 مشارك، من بينهم 250 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الضيافة والسفر عالمياً. تعزيز الشراكات الدولية لقي دعماً أيضاً من الهيئة السعودية للسياحة التي روجت للمملكة في المؤتمرات العالمية، ومن بينها سوق السفر العالمي في لندن الذي شهد التوقيع على 11 شراكة دولية مع مؤسسات مثل أغودا ولوفتهانزا، ومع بدء بعض كبرى المشاريع السعودية باستقبال أولى الزوار في 2023 ستكون الأجندة السياحية للسعودية حافلة بالإنجازات في العام الجديد. بدأ اليوم برنامج الرياض الخضراء أعمال تنفيذ تشجير الأحياء السكنية بداية من حي العزيزية الذي سيشهد زراعة 623 ألف شجرة وشجيرة، فضلا عن تشجير 61 مدرسة و78 موقعا لمواقف السيارات وأكثر من 170 كيلومتر من الطرق والممرات. يستهدف البرنامج تشجير أكثر من 120 حياً سكنياً تشمل تنفيذ حدائق وتشجير الشوارع الداخلية وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة وغيرها. من الرياض ينضم إلينا مراسل العربية عبد الواحد الحميد. عبد الواحد حياك الله. إذا هناك الآن البداية الفعلية ربما في للتشجير في بعض المناطق في الرياض، ما هي التفاصيل؟ أهلا وسهلا بك خالد. نعم، نحن الآن في حي العزيزية حيث ينتصف هذا الحي حديقة كبيرة من المقرر إنشاؤها، وبدأت بالفعل طبعا فيما يتعلق بهذه الحديقة بدأت بالفعل عمليات إنشاء الحديقة من ناحية ممرات وكذلك من ناحية الزراعة. حتى في منتصف هذه الحديقة نجد هذا المعرض الذي يشرح للسكان ماذا سوف يحتوي مشروع رياض الخضراء، وتحديدا الخطة المقرر البدء بها فيما يتعلق بحي العزيزية. نتحدث أكثر عن طبعا كل هذه التفاصيل من خلال المعلومات الظاهرة في هذا المعرض. هناك يعني المعلومات التي يستقبل بها العارضون السكان ليشرحون لهم ماذا سوف يتم العمل عليه في حي العزيزية. هذا المعرض يستمر حتى 7 يناير طبعا، واليوم هو أول يوم. نتحدث عن أكثر من 176 كيلومتر من الطرق والممرات، إضافة إلى أن أنواع الأشجار والشجيرات التي تم اختيارها طبعا تتم زراعتها سواء في العزيزية أو في أحياء الرياض 120، هذه الأشجار والشجيرات يعني تتسم بأنها لا تحتاج الكثير من الماء ومناسبة كثيرا للبيئة المحلية. خالد، سألنا المسؤولين في رياض الخضراء لماذا اختاروا حي العزيزية لإقامة هذا المعرض، فأجابونا بأن حي العزيزية أولا يكتظ بالسكان، هذه نقطة، والنقطة الأخرى أن حي العزيزية كذلك فيه العديد من المصانع، بالتالي من أكثر الأحياء احتياجا لزراعة الأشجار والشجيرات. يعني كنا قد سألنا كم عدد الحدائق المقرر زراعتها هنا في حي العزيزية وإنشائها بشكل يعني متوزع في هذا الحي، نتحدث عن أكثر من 50 حديقة، نتحدث كذلك عن طبعا كل المرافق الأخرى التي يتم العمل على تشجيرها من خلال البدء بهذا المشروع. يعني نشاهد في الأسفل، هذه هي الخريطة التي يتم من خلالها الشرح للسكان حول الأماكن التي سوف يتم الزراعة بها. حي العزيزية خالد يحتوي يعني اليوم يحتوي 10,000 شجرة تقريبا، من المقرر أن تصل إلى أكثر من 600,000 شجرة وشجيرة. يعني هذه هي الخطة المستقبلية فيما يتعلق بحي العزيزية. حتى الآن المعرض يستقبل السكان المحليين من مختلف الأطياف هنا في حي العزيزية ليشرح لهم هذه الخطة وماذا سوف يتم العمل عليه في هذا الحي. شكرا لك عبد الواحد، يعطيك العافية.
ونبقى في الرياض التي شهدت أيضا افتتاح 17 حديقة توزعت في 13 حيا في مختلف أحياء العاصمة بمساحة 194,000 متر مربع. هذه المبادرة تهدف إلى زيادة انتشار الحدائق داخل أحياء العاصمة ورفع مستوى جودة الحياة وتحسين المشاهد الحضرية وتطوير البنى التحتية والفراغ العام أيضا، وذلك تماشيا مع المبادرة، مبادرة الرياض الخضراء التي تبلغ مساحتها في الحدائق المطلقة 66,000 متر مربع. تبقى مهنة صيد الأسماك من أقدم وأعرق المهن في سلطنة عمان. تشير الأرقام الحكومية إلى أن السلطنة تضم أكثر من 49,000 صياد. الزميل عبد الرحمن العصيمي في ختام سلسلة تقاريره العربية في السلطنة رافق أحد هؤلاء الصيادين في رحلته اليومية في ولاية صور، نتابع. الساعة تشير إلى 6:00 صباحاً، خيوط الشمس تداعب شواطئ راس الحد، فايل الحربي يستعد لخوض عباب البحر مبكراً. منذ نشأته لا يعرف سوى صيد الأسماك كمصدر دخل له. ورثتها من أهلنا، يعني أهاليتنا قبل، يعني عايشين من البحر، مهنتهم معاهم مهنة واحدة اللي هي الصيد. ومهيت في المهنة، يعني اشتغلت، بديت أول ما بديت عمري 10 سنوات، ضليت أطلع مع والدي، أطلع مع أخواني، ونتعلم معاهم درج درج. هذا المكان يشهد أول شروق للشمس في الشرق الأوسط، فهو يقع بين 3 مواقع بحرية، بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي. فايل يبدو متفائلاً هذا الصباح، الدلافين ترافق قاربه الصغير، الطعم هو الآخر جاهزاً لاستقبال الأسماك. الحظ بدأ يبتسم لهذا الصياد الثلاثيني بعد صبر عدة ساعات في عرض البحر. بدون بحر ما عيش نهائياً صراحة. البحر يعني شيء بالنسبة لي يعني شيء كبير جدا. مهنة الصيد مهنة حلوة جدا، وصح ان هي متعبة، واحيانا تطلع ما تعرف عمرك بترجع او ما بترجع، يعني صعب وايد فيها، صعبة البحر. اكثر من 49,000 صياد عماني في السلطنة بحسب الارقام الحكومية، بالإضافة إلى وجود أسطول كبير للصيد، حيث يبلغ عدد سفن وقوارب الصيد أكثر من 14,900 سفينة، وسط دعم حكومي مستمر لهذا القطاع. عبد الرحمن العصيمي من ولاية صور العربية. يسمى شهر يناير في العراق وبلاد الشام كانون الثاني، وهي لفظة عربية مأخوذة من كنة أو كنة. تفاصيل في تقويم مع خالد الزعك. شهر يناير هو الشهر الأول من شهور السنة الميلادية، وأحد 7 شهور الذي يتكون من 31 يوما. يسمى بالعراق وبلاد الشام بكانون ثاني، وهي لفظة عربية مأخوذة من كنة، أي استقر في مكانه من شدة البرد. ويناير مأخوذة من اللفظة اللاتينية آينا، والتي تعني البوابة، فيناير بوابة الدخول إلى السنة، ومداخل الأشياء لها آلهة عند الشعوب القديمة، ومدخل السنة تسمى بجينيوس عند الرومان، ولهذا يطلقه البعض بجينوري، وفيه تحل الأرواح الجديدة على الأرض، وقاتل جسمي مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر.
ففي أول الشهر تكون الشمس في أقرب نقطة لها من الأرض بما يسمى بالحضيض الأرضي، وفي منتصفه موسم شباط، وهو موسم الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة، وشباط مقطع أرباط، وفي نهايته الاستعداد لموسم بذرة الست، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية، ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب، ثلاثة أيام هي الدهر كله، وما هن غير الأمس واليوم والغد، وما البدر إلا واحد غير أنه يغيب ويأتي بالضياء المجدد. الختام بالعناوين: تطورات جديدة في حرب أوكرانيا، صواريخ تهز كييف، بوتين يدشن غواصات نووية جديدة، دراسة حكومية تحدد تعامل جيل ما بعد الألفية مع الثقافة السعودية مقارنة بالأجيال السابقة، ضمن مبادرة الرياض الخضراء انطلاق رحلة التشجير 120 حياً، الرابعة توثق الرحلة اليومية لصيادي الأسماك في سلطنة عمان. إلى اللقاء.